ان طارق سليمان طبعا مدرب حراس المرمى بالنادي الاهلي، فبارك لك يا كابتن طارق النهارده. يمكن زي ما قلنا تحديات ومرحله صعبه جدا بتمر على فريق النادي الاهلي، لكن بالاصرار وبالعزيمه وبالتحدي بنقدر ان احنا ان شاء الله نحقق المكسب. بتشوف الجيم النهارده ازاي، وكمان الحالات اللي جت للشريف اكرامي عايزين نتكلم عليها يا كابتن طارق. والله بقول الحمد لله رب العالمين على المكسب النهارده، مكسب مهم. خد بالك انت في ظروف صعبه زي ما انت قلت يا كريم، فمهم قوي ان انت تاخد 3 بونت. انت طبعا فرق بينك وبين المنافس لسه في عدد ماتشات كبير، وكل مباراه بتعديها بتكسب. النهارده المكسب الثالث على التوالي بيدي ثقه للعيبه، فبقول الحمد لله رب العالمين على المكسب النهارده. النهارده برضه شريف اكرامي يعني بقى له 3-4 ماتشات الحمد لله الاداء فيه هدوء، تعامل مع كل الكرات بشكل كويس قوي، فبقول له النهارده يعني ايه برضه لسه عندنا افضل من كده بكتير. في منافسه بينه وبين الناس اللي موجوده سواء الشناوي او علي لطفي او حتى الاجوان اللي بتطلع من القطاع. يعني بقول الحمد لله رب العالمين على المكسب، لسه بدري قوي، احنا قدامنا مشوار طويل ما عملناش حاجه لسه، انما ده يعني المباراه خد بالك مكسب من المكسب بيدي ثقه للعيبه، فده مهم ان انت تكسب النهارده. المباراه من الشوط الاول بتجيب جونين، كنا ممكن طبعا العدد الاهداف يزيد في الشوط الثاني. انا بقول الحمد لله الحمد لله لسه بدري قوي قوي، يعني عندنا مشوار كبير ومشوار طويل، فاللي جاي افضل ان شاء الله باذن الله. بخص الجانب التدريبي والجانب التاهيل النفسي اللي بيأهله كابتن طارق سليمان للعيبه، والامر المميز جدا، لان انا عارف ان انت الثلاثه عندك واحد، الثلاثه بيبقوا جاهزين، لابد يكون كل واحد على قلب رجل واحد، وده اللي انت بتعمله كابتن طارق. مجهود كبير بيبذل في التدريبات وبيبان كمان في المباريات، ازاي بتقدر تعمل التوفيق ده يا كابتن؟ مفيش شك ان احنا في التدريب يعني ثلاث حراس مرمى بياخدوا جرعه تدريبيه واحده، بكره عاملين مباراه وديه بياخد على لطفي مباراه بالكامل عشان برضه يبقى عنده جاهزيه بالنسبه للمباريات، عشان ما بيلعبش بقاله فتره. فده الشغل اللي احنا بنشتغله من زمان مش دلوقتي. يعني الحمد لله رب العالمين لما بنشتغل مع الثلاثه بيبقوا جاهزين، وبيبقى الى حد كبير طبعا اللي بيلعب بيبقى هو اجهز، بحيث طبعا انه بيشارك في عدد مباريات كبير، انما الاثنين التانيين طبعا اللي ما بيشاركوش بنحاول ان احنا طبعا نديهم جرعه تدريبيه برضو تعادل شويه الراجل اللي بيلعب وماشي بشكل كويس. الشناوي امبارح يمكن خد معايا شويه استلامات كده خفاف، هو طبعا الحمد لله عمل الاشعه امبارح، نسبه الالتئام يعني ان شاء الله يعني باقي حوالي 10% الالتئام يكمل ان شاء الله، هيخش برده معايا تدريجي كده ان شاء الله في خلال اسبوع ان شاء الله يبقى موجود معانا مع الفرقه. فبقول احنا في النهايه اسره كاسره حراسه المرمى في النادي الاهلي، منافسه شريفه بينهم الثلاثه، وزي ما بقول لك احنا بنساند اللي بيلعب وفي ظهر اللي بيلعب، واللي ما بيلعبش طبعا برده سواء الشناوي او شريفه بيبقى في ظهر الراجل اللي بيلعب. الفترة دي شريف الكرامي بيلعب بيبقى في مساندة من شناوي ومساندة من علي لطفي، ومعايا طبعا مساندة مننا كجهاز فني. فبقول لهم ان شاء الله يعني في النهاية أداء لما بيخرج حد كويس والأداء بيبقى كويس ده بيحسب لكل الناس اللي موجودة، سواء مدرب حراس المرمى أو سواء برضه الناس اللي ما بتلعبش سواء الشناوي الفترة دي أو علي لطفي. ففي النهاية طبعا أتمنى ان شاء الله ان الفترة اللي جاية يعني يبقى في نفس التركيز النهاردة. الفتره اللي جايه صعبه جدا، عندنا عدد ماتشات كبير لسه، احنا لسه عندنا 3 ماتشات في الشهر ده، وعندنا ماتشين في افريقيا، فبتكلم في 5 مباريات كتير. احنا النهارده 9 يعني خلاص عدى اكتر من تلت الشهر، فباقي 20 يوم هتلعب فيهم 5 مباريات، فالماتشات دي لازم تكسب عشان برضه تقرب من المنافس. ان المنافسين اللي بيلعبوا عدد ماتشات كبير فاتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه بنفس التركيز كده ان شاء الله، وهنعدي باذن الله ان شاء الله. يعني عشان ما تقولش عليك، المباراه الافريقيه بتشوفها ازاي؟ البدايه ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي، مشوار لسه طويل في البطوله، لكن ان شاء الله نبدا بدايه مبشره، نبدا بدايه ان شاء الله تريحنا خلال الفتره اللي جايه. كابتن طارق سليمان بيشوف البدايه ازاي في البطوله الافريقيه؟ بص، هو احنا طبعا يعني برضه في ظل الماتشات اللي ورا بعضها ديت، 4 ماتشات اللي فاتوا، كابتن يوسف يعني طبعا عادل مصطفى سافر لاثيوبيا اتفرج على المباراه الاخيره اللي لعبوها اللي تعادلوا فيها 2-2. المباراه دي موجوده عندنا دلوقتي، هنتفرج عليها ان شاء الله من بكره ان شاء الله. تعرف ان كان مهم قوي ان احنا نخلص مباراه النهارده طلائع الجيش عشان نبدا ان شاء الله في افريقيا، فالمباراه دي طبعا هنتفرج عليها من بكره ان شاء الله. كان عادل كده ادى بس نبذه بسيطه كده للكابتن محمد يوسف على الفرقه، وطبعا اللعيبه اللي لعبت والعناصر الكويسه والعناصر اللي ممكن يعني ان شاء الله. فالمهم قوي ان احنا من بكره ان شاء الله هنتعامل مع المباراه ديت وهنركز فيها ان شاء الله عشان نعدي، مهم ان احنا نعدي دور 32 عشان ندخل ان شاء الله دور المجموعات باذن الله. مبروك. شكرا يا كريم، شكرا.